طيب يا شاطرين، تعالوا كده نبص هنا يا شاطرين. بيقول لي ايه؟ كل باصص ولو سمحت محدش يجاوب بدون اذن، افتكر قواعد الحصة. الصورة اللي قدامنا دي يا شاطرين، نبص كده عليها، بيقول ما الكلمة المعبرة عن الصورة. يلا كل واحد كده في كشكوله ويكتب لي كلمة معبرة عنها سريعا. مين أول واحد هينهى؟ أيوة الشاطرين، ممتاز جدا. الواجب انا شفته يا مروان امبارح، ولا انت بتوريني ايه؟ هو انا مش شايفة انت كاتب ايه الا صفحة الواجب. ثواني. طيب يا شيم، حلو جدا. ثواني يا مريم، هسيبها كده. تمام، حلو قوي. مش شايفة، معلش يا مروان، شايفة ايديك بس. والله نزل الكشكول شوية. طب ممكن تقولي انت كاتب ايه؟ معلش عشان انا مش عارفة اشوفها والله. غابة. غابة. طب وانت يا آدم كتبت ايه؟ يا آدم، احنا عايزين عدسة عشان نعرف انت كاتب ايه. ايه دي؟ مش شايفة. قول، افتح الصوت وقولي انت كاتب ايه. برضه غابة. غابة، حلو قوي. شام كاتب الأشجار، كتبت الأشجار، حلو جدا. ومريم كتبت الغابة، جميل جدا. يعني الصورة دي انتوا كلكم شفتوا فيها ان هي بتعبر عن الغابة. طب تفتكروا يا شطار، هنا في مصر في غابة؟ اللي عارف الإجابة يرفع إيديه. في مصر في غابة؟ مروان رفع ايديه. اتفضل يا مروان. لا لأ، متأكد؟ لا طيب حد عنده إجابة تانية؟ طب تفتكروا إن في غابة ممكن يكون ما يكونش فيها أشجار أصلاً؟ ها آدم، الكاميرا. ممكن يا مريم تفتحي الصوت وتناقشيني انتي بتقولي ايه بالظبط؟ ها يا شطورة، ها يا شام، ها يا آدم. ايه، ان ممكن تكون في غابة ما فيهاش أشجار؟ ده آدم اللي بيقول. طيب حلو جدا. ها، حد عنده رأي تاني؟ مفيش. تمام، حلو. النهارده بقى يا شاطرين، درس النهارده هيعرفنا ان في مصر في غابة، وكمان ما فيهاش شجر، اسمها الغابة المتحجرة. نفتح الكتاب، هو أعتقد إنها صفحة 38 في سلاح التلميذ. اللي معاه الكتاب هيفتح الكتاب. هيا يا شام، لقيتيها؟ حلو جدا. يلا يا آدم اقرأ كده، شايف الكلام كويس؟
طب هو حرف ال اللي بعد الخاء ده لو قال حرف ال لا حرف ال ايه اللي بعد الخاء اللي بعد حرف الخاء معاكي كتاب؟ طيب استنى هخبره لك. حاضر، لو معاكي كتاب نقرأ من الكتاب. طبعا اللي معاه كتاب يقرأ من الكتاب. يلا احنا كلنا هنقرأ. يلا يا آدم. أباطن العنوان زي ما احنا عرفنا، العنوان اسمه ايه؟ الغابة المتحجرة. غابة ومتحجرة، تعالوا نعرف يعني ايه غابة ومتحجرة. يلا يا آدم. أخبرتنا أخبرتنا المعلمة عن قيام أمس، بس أنا كنت شايفها بس مش انت قلت لي ان انت معاك الكتاب؟ معاك الكتاب، اقرأ من الكتاب يا آدم. افتح الكتاب واقرأ من الكتاب يا بابا. على ما آدم يفتح الكتاب، شايف يا مروان الكلام؟ اوكي ممكن هيكون تكمل. أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة إلى الغابة المتحجرة. فأخذت أفكر، ما هذا الاسم العجيب؟ ولماذا نذهب إلى غابة إلى غابة حجرية. حجرية، ممتاز. وهل فيها أحجار أم أشجار على شكل أحجار؟ عندما عدت عدت إلى المنزل وفرحت وفرغت من واجباتي، ذهبت ذهبت لأنام وأنا أتخيل شكل المكان وغرابته. وغرابته. برافو عليك، غرابته. حلو جدا. انا عايزاكم بقى تفكروا في الكلام اللي انتوا سمعتوه ده. فعلا هتبقى الغابة متحجرة. هيا يا مريم، يعني فعلا الغابة اللي هم هيروحوها في الرحلة دي هتبقى فعلا متحجرة، وكل اللي موجود فيها عبارة عن أحجار فقط. حلو جدا. وانتي يا شام، هشام انتي نايمة النهاردة ولا ايه معانا؟ طب حلو جدا. تعالوا كده نكمل. بسم الله. يلا يا مريومة، شايفة يا مريم الكلام ولا كبروا؟ في صباح اليوم التالي أصبحت اصطحبتنا المعلمة إلى مكان عجيب كي يقع في حيث القاهرة الجديدة. يسمى يسمى محمية الغابة المتحجرة، وتحتمي وتحتوي هذا هذه المحمية هذه المحمية إلى أشجار كبيرة. على أشجار كبيرة. بتحتوي على إيه يا شطار؟ أشجار كبيرة. طب وإيه تاني يا مريم؟ ونباتات حجرية وعدار
وبعضها وعدتها ملونة. ملون. ممتازة ممتازة، أحسنتي أشكرك. يعني في صباح اليوم التالي ذهبوا يا مريم، يا مريم أنت ومروان وآدم وشام مع المعلمة لمكان عجيب. المكان ده بيقع فين يا شطار؟ في حي اسمه إيه؟ القاهرة الجديدة في داخل مصر، وبيسمى محمية الغابة المتحجرة. مين عارف يعني ايه كلمة محمية؟ اللي عارف يرفع ايديه. يلا يا شطار، اخدناها من قبل. كلمة محمية. مس انا عارفاه. ايوه طب احنا بنرفع ايدينا. قولي يا مريوم. ها، مكان فيه أشجار. مكان فيه احجار. لا طيب أشجار. اشجار، ماشي. وايه تاني؟ وندرة. وايه؟ ندرة. اشجار نادرة. ها حلوة قوي. طب وبيعملوا بيها ايه بقى الاشجار النادرة في المحمية؟ بيحموها بالانقراض. احسنتي، بس اشجار فقط؟ لا يبقى هو مكان يا آدم به أشجار وحيوانات نادرة كده بيحموها علشان ما يحصلهاش حاجة. برافو عليك، برافو عليك، لحمايتها من الإنقراض. يبقى دي المحمية. يعني هنا المكان اللي هم راحوه اللي هي اسمها الغابة المتحجرة هي محمية وفيها أحجار. يا مروان الأحجار دي احنا لسه هنعرف دلوقتي هي ازاي بقت أحجار أساسا. تفتكروا الأحجار دي كانت ايه في الأول؟ اللي عارف برضو يرفع ايديه. الأحجار آدم عارف. طب يلا يا دودو. ها كانت خشب عادي الأول، كانت خشب، وبعدين ايه اللي حصل لها؟ فحجرت. تحجرت. طب احنا هنعرف دلوقتي هي ايه اللي حصل لها فعلا. يلا يا شام اقرأي كده. أخذت المعلمة تشرح لنا أن هذا المكان تكون من ملايين منذ السنين، منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان، وأن هذه الأشجار كانت من خشب تحول على مر العصور إلى ممتاز. حجرة، كما أن هذه المنطقة تعد آثار نادرة لا مثيل له في العالم، من حيث التساعد، ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل. وتسجيل الحياة القديمة للأرض، كما يكشف الكثير من الأسرار عنها. ممتازة أشكرك، بارك الله فيك. يعني هنا زي ما آدم قال إن الأحجار دي أساسا كانت في الأساس أشجار خشب، صح يا مروان؟ بس من على يعني قبل وجود الإنسان، يعني قبل ما احنا كنا موجودين الغابة دي كانت غابة. هيا يا دودو ما ننساش قواعد الحصة. يا دودو لما نحب نتحدث بنرفع ايدين. لو عايز تتعلق وتقول اي حاجة ممكن ترفع ايديك وانا اسمعك، ماشي؟ عايز تقول حاجة؟ تمام. هنا احنا عرفنا ان الغابة المتحجرة كانت في الاصل، يا مروان معايا، كانت في الاصل ايه؟ اشجار عادية وخشب وكل حاجة، بس قبل وجود الانسان، قبل ما احنا ما نكون موجودين، بس على مر العصور. يعني ايه على مر العصور؟
مين عارف يعني ايه على مر العصور؟ بر السنين. اه ماشي ماشي اخدت. برافو عليك. يعني مع مرور الوقت ومر السنين حصل ايه بالمنطقة دي؟ تغير تحولت. اه يعني ايه تحولت يا مروان؟ تغير. مروان يعني ايه تحولت؟ أنا عارف. مش بنقول انا عارف، بنرفع ايدينا، ولما يكون حد بيتسأل ندي لصديقنا فرصة. عارف يا موري يعني ايه كلمة تحولت ولا تغير. نشوف؟ برافو عليك. تمام، حلو قوي. تحول يعني تغير، يعني الغابة مع على مر السنين تغيرت وتحولت إلى حجر. يا يوسف، السلام عليكم يا يوسف، نفتح الكاميرا يا حبيبي. عامل ايه يا وعليكم يوسف؟ السلام. كويس. وحشتني. أنا كمان. طب يلا خلي بقى الكاميرا مفتوحة عشان احنا بناخد قصة حلوة جدا اسمها الغابة المتحجرة، نعرف ازاي تحولت كل الحاجات اللي فيها الى حجر. انت فاهمة؟ وطبعا احنا شايفين كلنا الصورة اللي قدامنا دي بتوضح ان كل اللي موجود فيها عبارة عن احجار، واحجار نادرة. يعني ايه نادرة؟ مين يقول لي؟ مين عارف يعني ايه كلمة نادرة؟ يرفع ايديه كده ويقول لي. ها ها يا شطار، محدش يتكلم بدون اذن. يعني ايه نادرة؟ يعني ايه يا شام؟ قليلة. ممتازة، يعني قليلة، يعني قليلة جدا، فعشان كده هم بيحافظوا عليها. ولا مثيل لها له. يعني ايه لا مثيل؟ يعني آثارا نادرة لا مثيل له في العالم. يعني ايه كلمة مثيل؟ اللي عارف ما كلمة مثيل يرفع ايديه. عندنا بس أنا ايه؟ مش بنقول بس انا أنا عارف. أول واحد. طب انا هزعل من كل اللي بيقول انا عارفة وانا اول واحد. انا شايفاكم كلكم. يلا يا مروان، عشان انت بس ملتزم وقواعد الحصة. شكل مثيل يعني شكل. ماشي، قربت على المعنى. ممتاز. ها حد عنده كلمة تانية؟ ها نسمع آدم. يلا يا آدم، يعني ايه مثيل؟ مثيل يعني شبهه. شبيه. برافو، احسنتم الاثنين صح، حلو جدا. يعني كل الاحجار دي هي تعد آثار زي الآثار، وبتبقى قليلة ومفيش حاجة شبهها ولا ليها مثال زيها خالص في العالم من حيث الاتساع. يعني هي كده احنا عرفنا مواصفات الغابة، انها كمان واسعة، ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة. يبقى هنا في هنا ميزة مهمة جدا، بنستخدم محتويات الغابة المتحجرة في العلم. العلماء بيعملوا بيها ايه يا يوسف؟ بيدرسوها عشان يعرفوا أي ايه؟ عشان نعم، يعرفوا يعرفوا ازاي هي كانت شجر وبعد كده أي تحولت الى حجر، عشان يعرفوا برضو الحياة القديمة أي كانت شكلها ايه. صح يا يوسف؟ صح. جميل يا روحي، ممتاز. أكيد طبعا كان في أسرار زمان إحنا ما كناش نعرفها. حد يعرف كان أي حاجة زمان بدون ما العلماء كانوا يدرسوا ويعرفونا الحاجات دي؟ لا لا. ممتاز جدا. طيب مين حابب يقرأ؟ مين عليه الدور؟ ها يا آدم، أنت فتحتي يا آدم الكتاب؟ طب ممكن يا صديقي تقرأ؟ انا ماشي. هكبر لكم برضو الصورة يا شطار. يلا. بعد أن بعد ان
فاغت مروان انت معايا؟ فاغت المعلمة من يعني ايه بعد ان فرغت؟ يعني ايه فرغت؟ فاغت هي مين عارف؟ مين عارف يعني ايه بعد ان فرغت؟ مريومة رفع ايديها، اتفضلي يا مريوم. انتهت ممتاز، يعني بعد ان انتهت من حديثها أو أخلصت يا مس. اخلصت. ماشي. بعد ان انهت او انتهت من حديثها. شاطرين، حلو جدا. ها كمل يا ادم يا جميل، بتعمل ايه يا ادم؟ يلا حد أخذت من حديثها. من حديثها أخذت الجوال بالمكان حلو جدا. ها لساعة لأستكشف. لأستكشف. حلو جدا، انتظر بقى يا دودو هنا. يعني ايه كلمة استكشف؟ يعني ايه؟ اللي عارف طبعا يرفع ايديه. يعني ايه استكشف؟ حد عارفها؟ آدم رافع وشام. حلو جدا، طب نسمع آدم الأول وبعدين شام، نشوف كده آدم عرف. ها يا دودو. أستكشف أعرف أعرف. أعرف ماشي، حلو قوي. طب وانت يا هشام عندك كلمة تانية؟ أستكشف، أتجول أتجول. ماشي، انت يوسف انت كنت فاتح الصوت، كنت عايز تقول حاجة؟ لا تمام. أستكشف يعني أعرف أو أتوصل إلى المزيد من الأخشاب. ها أكمل يا دودو. ماشي استكشف لا أستكشف. المزيد ماشي المزيد المزيد من الأخشاب الأحجار والأحجار. كل هذا وأنا لا استطعت أستطيع. يعني أستطيع إيه أستطيع بقى يا شطار؟ استنى يا دودو كده لما نشوف كده يعني إيه كلمة أستطيع. يلا يا شام. طب ماشي، أنت بس هروح أجيب بس كوبايه ميه واجي ماشي يا آدم سريعا يا حبيبي. ها يعني إيه أستطيع؟ أكتر ممتازة. عندك كلمة تانية يا يوسف؟ تمام. وانت يا مريم كنت رافعة ايديك. عندك كلمة تانية؟ لا تمام، حلو قوي. يبقى هي فعلا اقدر. طب مين؟ يلا يا ادم ممكن تكمل معايا. وانا لا استطيع. احنا هنا يوسف قصدي. يلا يا يوسف نكمل سوا. حاضر فين احنا هنا تستطيع أصلا. شاطر. تخيل. تخيل أن هذه
حلو جدا ما شاء الله. الطاقة المنطقة المنطقة كانت هذا يوم غابات حقيقة، غابة حقيقية. غابات حقيقة. حلو جدا. يعني ايه الكلام ده يا يوسف؟ يعني هو ما كانش يتخيل في يوم ان الغابة اللي هو راح شافها المتحجرة دي كانت غابة حقيقية. وهي ايه هي محتويات الغابة الحقيقية يا يوسف؟ يعني الخشب ايه؟ وايه تاني؟ وال واكيد في شجر كتير جدا، اوراق ايوه كتير، صح؟ ايوه طب الغابة اللي قدامنا دي ما فيهاش الكلام ده. هو ما كانش يتخيل ان الاحجار دي كانت خشب فعلا، وفيها اشجار وفيها حياة. طب مين حابب يكمل قراءة؟ هتكمل يا يوسف؟ يلا اكمل. ذاخرة زاخرة، يعني ذاخرة زاخرة يعني ايه بقى؟ مين عارفها؟ طب احنا ممكن نشوف اللي بعدها. بالأشجار يعني ايه؟ بالأشجار يبقى معناها ايه؟ مليئة بالأشجار. ما كانش يتخيل انها حقيقية ومليئة بالأشجار. أحسنت يا يوسف ما شاء الله. ها، وبعدين؟ بعدين بالأشجار وفوق ذات وفكرت فكرت في أن أجمع بعض الأحجار مولانات الملونة. ممتاز. قاعدة وإحدى الغشاب المتحجرة. يعني وإحدى قطع الخشب المتحجرة مالها؟ الورق لاستكشافها. طب تفتكروا هو ينفع؟ يا مروان، مروان معايا، افتح الصوت كده. تفتكروا صديقنا بطل القصة ينفع ياخد حجرة من الأحجار دي ويستكشفها؟ ها يا مروان، ينفع؟ لا لا، ليه؟ اللي عشان دي عارف. محمية لا، بتحتفظ على الحاجات القديمة. ممتاز، حلو جدا. عندك رأي تاني يا شام؟ لا طب حلو جدا. آدم انت معايا ولا بتتفرج بره؟ طب يلا هتكمل يا يوسف. لاستكشافها اكثر. أيوة، طب يلا يا حبيبي. الأصدقاء شافها لاستكشافها أكثر بمعمل المعلم العلوم. وأظهر على أبي وعرضها من معيبي. محبي. من محبي وهو من محبي. محبي الآثار. محبي الآثار. حلو جدا. طب ننتظر هنا يا يوسف ثواني.
آدم بتعمل إيه يا آدم؟ ماليش حاجة. ماشي، هسألك بقى سؤال كده ونشوف دودو بقى كان مركز معانا ولا لأ. ماشي. هو بطل قصتنا كان عايز ياخد الأحجار دي ليه يا آدم؟ كان عايز ياخدها ليه؟ فكر كده، يلا مين اللي عارف يلا ويرفع ايدينا يساعدنا. عشان يعرف أكتر عنها. يعرف اكتر عنها. حلو جدا، وايه تاني يا شام؟ لاستكشافها. طب وحاجة تانية، في حاجة تانية مهمة حد خد باله منها؟ مروان اتفضل، وايه تاني؟ تعالى ده المعلم. مين اللي بيحب الآثار عند صديقنا؟ ها يا شام، يفضل أبوه بابا. وقلت ايه يا يوسف؟ الشكر. بابا من محبي الآثار، يعني بيحب يعرف معلومات عن الآثار وأعرضها على أبي، فهو من محبي الآثار والطبيعة. طيب تفتكروا المعلمة هتوافق؟ هتوافق؟ لا طب يلا يلا يا يوسف، أكمل يا يوسف. كله منتبه يلا عشان هسأل سؤال بعد ما يوسف يقرأ. إلى أن معلمتي استوقفتني قالت قائلة، أيوة يا هاني هذا محني هذه تاني. هذه محمية. تصاعات طبيعية، احنا هنا طبيعية. فلم أفهم ما لا ما عليها تعنيه، ما ما تعنيه. تعنيه. ممتاز، يعني ايه بقى؟ انتظر شوية يا يوسف معلش، يعني ايه محمية طبيعية؟ ما معنى محمية طبيعية يا أصدقائي؟ محمية طبيعية. يوسف يا آدم حبيبي آسف بسين. بتفكر؟ ماشي نفكر كده. بصوت منخفض. ها حد عارف غير شام؟ شام رفعت ايديها فقط. ها يا شام، يعني ايه مكان محمية طبيعية؟ طبيعي. مكان طبيعي. حلو جدا، حد عنده كلام تاني؟ يعني ايه محمية طبيعية؟ محمية طبيعية يعني زي غابة مفيهاش يعني بيوت ولا أي حاجة، تكون طبيعية ما يتدخلش فيها البشر. حلو قوي. ها عندك كلام تاني يا مروان عنها؟ يعني ايه محمية طبيعية؟ الصوت مفتوح. لا ما أعرفش. طب وانتي يا مريومة؟ يوسف يعني ايه محمية طبيعية تعرف؟ الاكتشاف. برافو عليك، ممتاز، حلو جدا، شاطر. ايوه، عشان محمية طبيعية يعني هي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لازم نحافظ عليها عشان العلماء يكتشفوا كل الأسرار بتاعتها بتاع الزمان. يبقى محمية طبيعية يعني إيه؟ يعني حاجة مهمة
يجب علينا جميعا المحافظة عليها لاستكشافها، لاستكشاف أسرارها أو سبب إنها بقت بهذا الشكل. طيب يلا يا يوسف. وسألتها، وسألتها ماذا تقصدين يا معلمتي؟ أشكرك يا يوسف على قراءتك الجميلة. ماذا تقصدين يا معلمتي؟ يلا يا مريومة أكملي يا مريم عشان شكلك نايمة خالص. يلا يا شاطرة قال ابتسم. هاني ماشي هتقرأي من أول. قال هاني، احنا في ابتسمت المعلمة. ابتسمت المعلمة قائلة وقالت وقالت لقد تم الإعلان عن أن هذا هذه العام الغابة محمية طبيعية وهذا ما معناها أنها معناه معناه أنه أن يجب علينا أن أن نعمل على كل ما بها بها من الضياع حتى لو الضياع كان الغرض من ذلك هو إجراء هو إجراء التجارب والاستكشاف. والاستكشافات. ممتازة. يعني ايه هو حتى لو كان الغرض؟ يعني ايه الغرض؟ ها معنى كلمة الغرض يعني ايه؟ لا آدم عارف. حلو قوي. مين تاني هيرفع ايديه يقول لي انا عارف؟ ها الغرض يعني ايه؟ الله الله على الممتازين. طب كان يلا في يا ميسا، قولي لنا كده يعني ايه الغرض؟ لا مو نعم المقصود. المقصود. حلو قوي برافو. ها حد عنده كلمة تانية؟ مريم يعني ايه كلمة الغرض؟ صب نعم سرب سبب سبب سبب. ماشي. أنا وانت بعمل لأن لأن